هلا وغلا. سؤال من زوز: هل بلايستيشن 5 يشغل ألعاب على دقة 4K وبسرعة 120 إطار في الثانية وعددات عالية مثل إبك وألترا وهاي، أو عددات منخفضة مثل ميديوم ولو؟ لحد الآن عدد الألعاب اللي تدعم سرعة 120 إطار قليلة جدا، والسبب أن هذا الشيء مستهلك جدا لموارد جهاز بلايستيشن 5، لذلك دائما رفع سرعة الإطارات بيكون على حساب جودة الجرافيكس. مثلا في لعبة سبايدر مان على بلايستيشن 5 في خيار إطارات سريعة وخيارات جرافيكس أفضل. إذا اخترنا الجرافيكس الأفضل تحصل على تأثيرات رهيبة للإضاءة وانعكاسات وغيرها، لكن هذا على حساب الإطارات اللي بتكون 30 إطار فقط، بينما إذا اخترنا الإطارات بنحصل على 60 إطار لكن الجرافيكس بيكون مشابه لنسخة بلايستيشن 4، وهذا بيكون الحال مع كل الألعاب الأخرى، إما جودة الجرافيكس أو سرعة الإطارات، الخيار لك. سؤال من ماد بي 14: عندي شاشة سامسونج 4K بس فيها منافذ HDMI 2.0، هل أقدر أركب سلك البلاي ستيشن HDMI 2.1 على الشاشة؟ أكيد سلك HDMI 2.1 متوافق مع جميع منافذ الـ HDMI السابقة، لكن لازم يكون تلفزيونك يدعم HDMI 2.1 و 120 هرتز إذا تبي تستغل قدرات بلاي ستيشن 5 في تشغيل سرعة 120 إطار بدقة 4K. للتذكير، تشغيل سرعة 120 إطار على دقات أقل مثل 1080p ما يحتاج له HDMI 2.1. سؤال من محمد: لو سمحت كنت حابب أستفسر عن نظام البرايمري والسكندري في البلايستيشن 5، وهل بيكون بنفس الطريقة السابقة؟ إجابة السؤال نعم، نظام البرايمري والسكندري اللي كان في البلايستيشن 4 راح يكون أيضا موجود في البلايستيشن 5، وأيضا نزيد على سؤالك هذا أنك تقدر تشبك في نفس الأكاونت من الجهازين بلايستيشن 4 والبلايستيشن 5 في نفس الوقت، لكن بشرط أنك ما تشتغل في اللعبة نفسها في نفس الوقت. سؤال من سموكر 9: هل نقدر نغير من 4K إلى 1080p عشان الفريمات، أو نقدر نعدل في الجودة؟ حسب اللعبة، بعض الألعاب تعطيك خيار بين إطارات أعلى أو جودة أعلى للصورة. سؤال من مؤيد الغضية: السلام عليكم، الحين بلايستيشن 5 اللي يمديك تحط فيه شريط يمديك تحمل ألعاب ولا لا؟ وعليكم السلام، أكيد تقدر تحمل عليه ألعاب مثل ما كنا نسوي مع بلايستيشن 4 سابقا، وهو زي ما في قارئ أقراص في أيضا وحدة تخزين الـ SSD، وهو شيء مهم جدا ورئيسي في جهاز بلايستيشن 5. سؤال من فارس صقر: هل بلايستيشن 5 في أي أثر للسخونة، أم كلام سوني صحيح أن نظام تبريده حلو؟ بعد تجربتنا لبعض ألعاب الجيل الجديد لاحظنا أنه بارد بشكل عام، وبعض الأجزاء دافية، وهذا شيء طبيعي، لكن بشكل عام ما تضايقنا من الحرارة أو صوت المروحة. سؤال من زيزو: هل يمكن تشغيل يد بلايستيشن 5 على السوني 4؟ لا، ما تشتغل عليه للأسف. وعلى فكرة بنسوي فيديو كامل على يد بلايستيشن 5 وإيش الأجهزة اللي ممكن تشتغل عليه، فانتظرونا. سؤال من أوتوكو 7: هل تقدر في بلايستيشن 5 أنك تلعب مع أصحاب منصات أخرى مثل إكس بوكس وبي سي ونينتندو، وما هي الألعاب المشهورة اللي راح تدعم هذا الشيء؟ نعم تقدر، لكن يعتمد على المطور واللعبة. إذا المطور يبغى هذا الشيء يقدر يدعمه. كمثال الآن في عندنا لعبتين مؤكدين انهم بيدعمون اللعب على المنصات الثانية على البلايستيشن 5، واللعبتين هم ديستيني 2 وفورتنايت، لكن اكيد نتوقع العاب اكثر مستقبلا تأكد هذه الميزة. سؤال من مشهور بخيت: بعد ما عرفنا ان المساحة المتاحة على البلايستيشن 5 هي 664 جيجا بايت، كيف نقدر نزود المساحة وكم تكلفة الهارد ديسك الاضافي للجهاز؟ توسيع المساحة بيكون عن طريق تركيب وحدة تخزين خارجية، الطريقة بالضبط للحين مش واضحة بشكل رسمي كيف طريقتها، لكن سوني قالت انه بيكون في انواع معينة من وحدات التخزين المتوفرة في السوق اللي نقدر نشتريها ونستخدمها للجهاز. للأسف مؤخرا اعلنت سوني انه في فترة اطلاق الجهاز ما بيكون متاح توسعة المساحة التخزينية، وانها راح تعلن لاحقا معلومات اكثر عن الموضوع. عبدالله عسيري: في كويك ريزيوم زي الاكس بوكس؟ لا للأسف ما في، وهذا اللي اتضح لنا من تجربة واجهة المستخدم، لكن كل شيء جائز، يعني ممكن نشوفها في تحديث مستقبلي. سؤال من باندو بينو: هل ستور واحد لكل الدول، وهل العاب بلايستيشن 4 اللي في حسابي بتشتغل على بلايستيشن 5؟ الستور اكيد ما بيكون واحد لكل الدول، كل دولة مثل السعودية بيكون لها ستورها الخاص، والسبب خلف هذا الشيء هو وجود قوانين مختلفة لكل دولة، لذلك لازم يكون لها ستور خاص. وبخصوص العاب بلايستيشن 4 اللي تكون تملكها موجودة على حسابك، نعم في غالب الأمر بتشتغل على جهاز بلايستيشن 5 بمجرد تحميلها. سوني ذكرت أن 99% من ألعاب بلايستيشن 4 بتكون قابلة للعب على جهاز بلايستيشن 5 عبر خاصية التوافق المسبق. سؤال من بريف كينج: ها
هل تنصح بشراء بلاي ستيشن 5 الفترة الحالية أو الانتظار إلى أن يتم معرفة المشاكل في الجهاز؟ مشاكل مصنعية. للأمانة أكيد أفضل الانتظار لما يتعلق الأمر بأي منتج تقني في الحياة، والبلاي ستيشن 5 مش استثناء. لكن حاليا الأمور تطورت وصار في ضمان محلي رسمي وحماية حقوق المستهلك من وزارة التجارة، لذلك ما في خوف من شراء أي منتج. وإذا ظهر عطل مصنعي لا قدر الله بيتم إرغام الشركة على استدعاء الجهاز وتصليحه أكيد. سؤال من الثعلب المكان تلقاه في كل مسار، تنصحوني أأجل بعض الألعاب مثل Ghost of Tsushima أو Crash 4 ولعب البلاي ستيشن 5؟ بعض الألعاب فعلا حصلت على تطوير في الأداء بسبب قدرات البلاي ستيشن 5، مثلا لعبة Ghost of Tsushima صارت تشتغل عليه بسرعة 60 إطار حتى في خيار جودة الصورة الأفضل. لذلك نعم، إذا في لعبة للحين ما لعبتوها الأفضل تنتظرون وتلعبون عليها على جهاز البلاي ستيشن 5. سؤال من ملك الألعاب 17، كم من لعبة نقدر نحملها على الذاكرة الداخلية لجهاز بلاي ستيشن 5؟ احنا شخصيا حملنا 9 ألعاب على الجهاز، 2 منهم ألعاب جيل جديد والباقي ألعاب بلاي ستيشن 4، وحاليا الجهاز باقي فيه 100 جيجا غير مستخدمة تقريبا. وهذا كان كل شيء، لا تنسون تعطونا لايك وتشتركوا معنا في القناة، ومع السلامة.